الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لست بشاعر، ولكنني أبدأ وأقول: ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. اسمحوا لي إخواني وأخواتي أن أتكلم باسمكم بهذه الكلمات البسيطة التي جالت بخاطري ورأيت أن أقولها أمامكم. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي تستحقونه إليكم يا من كان لهم قدم السبق في ركب العلم والتعليم والتدريب. إليكم يا من بذلتم بكل صدق ووفاء. إليكم أهدي عبارات الشكر والتقدير. تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة، نترقب إضاءاتها بقلوب ولهانة، ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة. كل الشكر والتقدير للدكتور توماس والدكتور لينين والدكتور مصطفى الذي لم يبذل جهدا في الترجمة وإيصال المعلومة لنا بكل الطرق والوسائل. إننا كمتدربين نقدم شكرنا الجزيل لشركة ميديكس العالمية التي أنارت لنا دربنا وأخرجتنا مما هو مألوف في حياتنا، لأنه رغم المشقة والتعب الذي تعبناه والمعاناة التي عانيناها خلال هذه الأيام، إلا أننا شعرنا بحيوية ونشاط وتفاعل وروح دعابة ربما لم نألفها من قبل. إخواني أخواتي، لكل مبدع إنجاز، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير. فجزيل الشكر نهديكم ورب العرش يحميكم عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل. أرسل شكراً من الأعماق لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.